السلام عليكم. من كام يوم كده المتحف البريطاني اتسرق واكتر من 2000 قطعة اتسرقت، فانا جاي النهاردة علشان نشوف ايه الحاجات اللي اتسرقت ونشوف ايه الدنيا. يلا بينا ندخل ونشوف ايه القصة. كان معايا شنطة بص عليها كده وفي ثانية وخرجونا، يعني خرجنا من الباب ده واحنا رايحين ناحية المتحف كده. من هنا هندخل كده من البوابة الرئيسية. على فكرة يا جماعة، كل متاحف في انجلترا او لندن عموما ببلاش، يعني هتيجي اي متحف اي مسمى اي نوع الدخول مجانا ببلاش، بس المفروض ان انت تحجز اونلاين الاول، تعمل حجز اونلاين تمام وبتختار الميعاد اللي انت هتيجي فيه وبتيجي وبتدخل عادي، مفيش اي مشكلة خالص. يعني اي حد حابب يزور المتحف احجز الاول قبل ما تيجي. تمام، يلا بينا. دي بوابة المتحف الرئيسية. دي بوابة الدخول. طبعا الحاجات دي مش اول الجزء المصري، الجزء المصري بيبدأ من عند صورة الملك تقريبا رمسيس ده، مش عارف، تعالوا نبص عليه. ده كده من اول هنا كده بيبدأ الجزء المصري. في المدخل صورة الملكة منحوته على اليمين وعلى الشمال، هذا الحطب الثالث. وده نفس الملك أم الحطب بس على هيئة أسد. كينج أم الحطب الثالث أز ليون. على فكرة أنا بقالي حوالي 15 سنة عايش هنا وأول مرة أجي المتحف البريطاني. عارف أنت زي لما يكون عايش في الهرم ولا حاجة وعمرك ما زرت الهرم مثلا. تعالوا نكمل الجولة بتاعتنا. في يا جماعة أكتر من 110,000 قطعة أثرية معروضة في المتحف هنا. 110,000، تخيل. ده غير اللي موجود في المخازن طبعا، ده غير المخطوطات اللي موجودة في مكتبة بريطانيا. تقريبا في حوالي أكتر من 6 مليون مخطوطة، تخيل 6 مليون مخطوطة. على فكرة يا جماعة، أكتر جزء فيه زحمة في المتحف البريطاني اللي هو الجزء المصري.
تماثيل الآلهة سخمت، تمثال طوله حوالي 2.5 متر، طبعا جنب كل تمثال في الشرح بتاعه والعيلة بتاعته وعاش في الفترة من امتى لامتى، وصور في المكان اللي هم كانوا موجودين فيه قبل ما يجوا هنا. طبعا من نوع اللمس، كل التماثيل من نوع اللمس. الزحمة دي اللي موجودة هنا دي علشان حجر رشيد. هو حجر رشيد. حجر طوله حوالي متر، ظهر الحجر. مدير في 2009 الدكتور زاهي حواس حاول ان هو يرجع الحجر ده، لكن الحكومة البريطانية قالت له ان هو عندنا هنهتم بيه اكتر ما يعني اكتر من عندكم، ورفض يدهولنا. المتحف ده لما اتبنى سنة 1750 تقريبا او حاجة زي كده، عملوا قانون ان هو ممنوع اي قطعة تخرج من المتحف، يعني محدش يحاول يسترجع اي حاجة، ده قانون المتحف. فلو حد حاول، لو الحكومة حاولت ان هم يطالبوا برجوعه هيصطدموا بالقوانين بتاعة المتحف وهيترفض ان هو يرجعوه. علشان كده هم بيحاولوا ان هم يعملوا حشد شعبي ويخلوا الشعب هو اللي يطالب بالكلام ده. يلا بينا نكمل بقى الجولة بتاعتنا. طبعا هنا اختنا بتشرح للناس اللي قاعدين دول باللغة بتاعتهم.
Thank you, sorry. دي طاسة مش طاسة كبيرة شوية مش عارف ايه ده حاجة عاملة زي البانيو كده كبيرة الأرض حوالي متر أو متر ونص وطوله حوالي 2 متر ونص هنا في مسلتين تاني غير المسلتين اللي شفناهم في اول المدخل من بره على فكره في مسلات كتيره جدا حاطينها في الميادين وفي الشوارع مش هم دول بس المعروضين يعني شوفوا الجمال شوفوا الجمال وحكاية المناخير هو كله كده مناخيره مكسورة مناخيره مكسورة زي أول مرة مكتوب عليها كلام بس مش واضح اعتقد ان الجزء المصري كده خلص بس في المتحف هنا معمول زي محل كده صغير بيبيع هدايا تمام الهدايا دي برضو عليها الصور بتاعت الحاجات بتاعتنا تمام المفروض ان احنا لينا نسبة في المبيعات دي ده المفروض يعني لان طبعا الحاجات دي ليها ملكية فكرية والملكية ليها الملكية الفكرية دي المفروض ان اي حد مثلا بياخد الرسومات بتاعتنا
ويحطها على الشنط، على الهدايا، على الاستيكرات، على اي حاجه المفروض ناخد لازمه من المبيعات دي. لكن ما اعتقدش ان مصر بتاخد حاجه من الكلام ده. بصوا ما بصوا المحل عامل ازاي، او الشوب اللي هو بيبيع الهدايا. احنا خرجنا من الباب ده، تمام، هنا في صاله كبيره، الصاله دي فيها المحل ده، تمام. المحل ده قدام الجزء المصري، طبعا بيبيع كل حاجات كتيره جدا عليها. وهنا في ترابيزات للناس تقعد تاخد بريك ولا ياكل من الكلام ده. في مطعم هناك لكن احنا هنا خلينا في المحل ده لان احنا لينا فلوس عندهم، تمام. فانا اخش اقول لهم ادوني اي حاجه كده من الحاجات بتاعتنا، ناخد منهم اي فلوس، نعمل اي مصلحه من وراهم. فاستواني كده الجزء المصري بقى فين؟ دي لندن، حاجات عليها لندن هدايا والقصص دي. الجزء ده المفروض ان احنا كدولة لينا حاجات، لينا فلوس في الحاجات دي كلها، والمفروض ان هم ياخدوا الاذن من مصر لبيع الحاجات دي اللي هي التماثيل والمقاط والكلام ده كله. المج ب 12 جنيه، 13 جنيه علشان عليه رسومات فرعونية. المقاط كيرينجز، الحاجات اللي احنا شفناها جوه معمول منها هدايا تذكارية. طبعا المفروض ان احنا لينا فيها فلوس الكلام ده كله. تماثيل الناس اللي هي بعد ما تدخل تتفرج وكده بيجوا هنا الشوب بيشتروا بقى هدايا تذكاريه، اللي هو كان في المتحف هنا واشترى حاجات مصريه. طبعا ناس كتيره جدا عاشقه للحضاره الفرعونيه، فبيجوا يشتري منهم، يجوا يشتروا من هنا حاجات. يعني الصوت التمثال ده ب 20 جنيه استرليني. الناحية التانية برضو في سلاسل فرعونية.
المتحف يا جماعه التصميم بتاعه ما شاء الله عامل ازاي. ان شاء الله المتحف الجديد اللي بيتعمل في مصر هيكون اجمد من ده بكتير باذن الله. أغسطس 16 أغسطس يعني من أسبوعين فاتوا تقريبا اتسرقت المخازن بتاعة المتحف البريطاني، وحسب تقارير عملية قناة الجزيرة بتقول إن في أكتر من 2000 قطعة اتسرقوا من المتحف. القطع دي عبارة عن قطع ذهبية ومجوهرات وأحجار شبه كريمة بيعود عمرها للقرن ال 15 قبل الميلاد. بعد الخبر ده بأسبوعين آسف بيولين هارتي فيشر هو اللي كان مدير المتحف وقتها قدم استقالته ومشي، لكن جورج أوسبور المدير اللي قبل هارتي بيقول إن هو القطع الأثرية اللي اتسرقت مش معروف عددها بالضبط، لأن المخازن عمرهم ما عملوا لها جرد. وطبعا دي حاجة غريبة، يعني ازاي ما يعملوش جرد الحاجات زي كده برايس لس ملهاش سعر لا تقدر بثمن. طبعا دي حاجة غريبة، يعني انا راجل عايش هنا بشتغل في اوتيل، بقول لك حتى في الاوتيلات يعني بيعملوا جرد على اسف الكلمة يعني عزكم الله على ورق التواليت. فما بالك انت في قطع اثرية زي كده تاريخ بلاد ما يتعملش عليه جرد وما يتعرفش بكام قطعة موجودة في المخازن. غير كده من الحاجات اللي اتسرقت يعني ذهب ومجوهرات وأحجار شبه كريمة، يعني حاجات اللي هو ايه يعني سهل ان هم يسرقوها ويدفعوا بيها وينفع ان هي تتباع. يعني الأحجار ممكن ناس كتيرة جدا ما تفهمش في قيمة الحجر ده، لكن ذهب وفرعوني كمان فما فشوف انت القيمة بتاعتها عاملة ازاي. وغريب غريب فعلا، يعني انا ما بتهمش حد ان هم يعني ان هو سرقها، بس حاجات زي كده ما يتعمل لهاش جرد. حاجات طبعا المتحف البريطاني الموضوع غريب. تمام، الحكومة المصرية بتقول ان القطع الاثار بتاعتنا اللي هم عارفينها واللي هي انجلترا بتقول ان هي موجودة عندهم 1100 قطعة. تمام، اللي معروض منهم هنا في المتحف واللي حضراتكم هتشوفوه كمان شويه ده المفروض ان هو 4% من الاجمالي بتاع القطع اللي موجوده. من اهم الحاجات اللي موجوده هنا برضو غير حجر رشيد، في عندهم اقدم توراه على مستوى العالم. دي خرجت من سانت كاترين وطلعت على روسيا، وبعدين انجلترا اشترتها من روسيا ب 100,000 جنيه استرليني. الكلام ده من 700 سنة ولا حاجة زي كده. فعندهم أقدم توراة مصرية موجودة في العالم. طيب في سؤال هنا بيقول لك هل القوانين المحلية اللي بتعملها البلاد ينفع أو هتقدر تساعد في استرجاع الآثار الموجودة عندهم أو الآثار المفقودة أو المسروقة بره؟ إجابة السؤال يا جماعة أيوه ينفع. إيطاليا لعبتها صايمة ولعبتها بصياعة. عملوا ايه؟ ايطاليا وضعت مادة في القانون الايطالي بيقاضي اي متحف في العالم يمتلك اثار ايطالية ضمن الحكم الايطالي. وعلى الاساس ده حكمت المحكمة الايطالية على مدير متحف في امريكا بالسجن 3 شهور. وطبعا علشان يتلاشوا الفضيحة دي والمشكلة دي فراحوا مرجعين القطعة لإيطاليا. وطبعا إيطاليا لقيت إن الموضوع ده شغال فقدروا إن هم يرجعوا 100 قطعة بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة دي. يعني القوانين ينفع إن هي تساعد في إن إحنا نسترجع الحاجات بتاعتنا. طب إحنا عندنا قوانين زي كده؟ عندنا. القانون اللي احنا عندنا بيقول ايه؟ بيقول ان جميع الاثار المصرية تعتبر من الاموال العامة عدا الاوقاف والاملاك الخاصة،
حتى إن وجدت خارج جمهورية مصر العربية، ولكن خروجها بطريقة غير شرعية، يعني أي حاجة طلعت برا مصر بطريقة غير شرعية. طيب أيام الاحتلال وأيام أيام المماليك الحاجات دي كانت بتطلع بطريقة شرعية، المماليك والعثمانيين كانوا بيهادوا الدول بهدايا فرعونية، فرنسا لما كانت خارجة برا مصر كان واخدين كمية كبيرة جدا من الأثار. جت بريطانيا في موقعة أبو قير في اسكندرية، راحوا ضربوهم واخدوا منهم الأثار اللي كانت معاهم واعتبروها غنائم حرب وجابوها على هنا. طيب الكلام ده كله كان طالع بطريقة شرعية، فإحنا المفروض إن هم الحكومة تغير الجزئية دي بتاعت وكان خروجها بطريقة غير شرعية. الجزئية دي لازم تتغير، ما هو كده انت بتقول لهم ان هو خلاص طالما خرجت بطريقة غير شرعية، الحاجات اللي هي زي اللي هي بتتسرق دلوقتي وبتيجي هنا هي دي المفروض ترجع. طب ما احنا معظم الحاجات اللي متاخدة دي متاخدة من زمان، متاخدة من ايام الاحتلال ومن ايام الدولة العثمانية وخلافه يعني. فالمفروض ان الحكومة برضو تركز في حتة زي كده او في حاجة زي كده، تمام؟ يعني بتحس ان هو ما حدش عايز يرجع الحاجه دي، بتحس ان هم مش مهتمين. هو ما فيش غير الدكتور زي حواس هو اللي بيحاول وهو اللي عمال بينادي، والدوله يعني انا في رايي الشخصي شايف ان هي مش مساعداه ومش واقفه وراه، تمام. من كام يوم احمد موسى والدكتور زي حواس بيطلبوا محمد صلاح ان هو يعمل حاجه. محمد صلاح ده راجل لعيب كوره يعني، ما ملوش كلام على الحكومه البريطانيه وملوش دعوه بالكلام، مش هيعرف يعني يعمل حاجه. انتوا كدوله تتكلموا، لكن هو كفرد وراجل لعيب كوره ما ملوش دعوه بالقصه دي، مش هيقدر يعمل حاجه. لكن هي مش هو كلامه خلاص يعني، نحاول ناخد طريقه جد ونلعبها صايع زي ايطاليا مثلا كده. الجزئية بتاعت خروجها بطريقة غير شرعية دي يا جماعة لو اتغيرت في القانون، يبقى احنا كده هيبقى لينا حقوق ملكية فكرية ومادية ومعنوية على البلد. يعني هنا اي فلوس هتيجي من وراء الاثار دي المفروض ان احنا لينا جزء منها. الفكرية اللي هي الملكية المعنوية دي زي مثلا الشنط والماجنت والمجات ومش عارف ايه، اي حاجه هتحمل الرسومات بتاعتنا او هتحمل مثلا اي حاجه ليها علاقه بالدوله المصريه او بالحضاره الفرعونيه هيبقى لينا جزء منها. فده في حين ان هي بس الجزئيه دي بس اتغيرت. اتمنى يا جماعه ان الفيديو يكون عجب حضراتكم، ويا ريت ما تنسونيش طبعا بالدعم، طبعا باللايك وبالكومنت وبالشير، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله قريب، ويلا السلام عليكم.